وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر وقيم ثورة نوفمبر. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الدستور وأدافع عن الدستور وأحترم حرية اختيار الشعب وأحترم اختيار حرية الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة التراب الوطني وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ووحدة الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن وأحمي الحريات الأساسية للإنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قوايا وأسعى بكل قوايا في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والحرية والسلم في العالم والسلم في العالم. أدى رئيس الدولة اليمين رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.